مبادرات دائمة بجهود فردية أو جماعية لتقليص الوضع الأمني في إدلب الذي يزداد سوءاً، كان آخرها خطة أمنية واسعة لحماية أسواق محافظة إدلب وعزلها ليلاً عن أي خلل أمني ومراقبة المحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة عن طريق فرز عناصر تابعين للقوة الأمنية في إدلب. الهدف من مشروع السوق الحفاظ على اقتصاد البلد، لأن السوق يعتبر مركز ومحور المدينة، ومن أجل زيادة فرصة العمل كمجتمع، ومن أجل عزل السوق عن خارج المدينة. نناشد أهلنا أصحاب المحلات في السوق بالمساعدة والتعاون مع الأخوة في القوة، تواصل مع القوة في أي أمر طارئ على رقم الطوارئ 25-4-0. أعداد كبيرة من أصحاب الخبرة العسكرية تطوعوا للمشاركة في هذا المشروع بعد إنجازهم دورات ومعسكرات تخصصية في العمل الأمني، إيمانا منهم بضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمان في شوارع المدينة. كان منهم أبو محمود ذو 60 عاما والمهندس وليد الذي يجمع بين دراسته وعمله في الحفاظ على أمن المدينة. نحن بهمنا أمن البلد، والأمن مطلوب لكل أنحاء العالم والدول وغيره سواته، يعني الأمن والأمان أهم شيء في معيشة الإنسان. بالليل أكيد نحن عنا حرس منتشر بالأسواق، قبل كل شيء بيهمنا شعور المدني، أخونا المدني اللي عابين خطف واللي عابين سرق ماله وغيره سواته. أنا عندي بشوف الفرحة بعيونه وقبضنا على الحرامي أو الفاسد أو اللي عم يختطف، أنا أكيد بدي يكون مرتاح نفسيا. أنا بدرس جامعة كلية الهندسة الزراعية، فضلت العمل الأمني بالبداية للحفاظ على أمن البلد والحفاظ على انضباط البلد. الحمد لله صار كثير حالات من سكنة حرامية، خاصة ضمن أسواق يعني كثر الممتلكات. أكثر من 100 عنصر من القوة الأمنية يشاركون في مشروع حماية أسواق إدلب ليلا وتأمينها من أي خلل أمني متوقع، والذي لاقى ترحيبا واسعا لدى التجار وساكني إدلب، مع أملهم بتوسعة المشروع إلى باقي مناطق المحافظة. لأورينت نيوز، مسلم السيد عيسى، مدينة إدلب.